متواصلين مشاهدينا الاعزاء وشوطنا الرابع عشر للجعدان هنا ينطلق في هذه الانتفاعات الجميله والتحديات الرائعه. هنا اسير الى الشارد لحمد بن عوض بن زيتون المهيري، بينما المركز الثاني هنا سراب لحمد بن سالم بن خلفان بن سنديه المنصوري. انتقل الى المركز الثالث واجد سلهود لمحمد بن عبيد بن سويد العامري، بينما المركز الرابع رابع المراكز هنا منذر لعمير بن هلال، ايضا عمير بن هلال بن عمير بن مران المنصوري. والوصول الاخر يبدا من انطلاقه القادم السمح لهادي بن حمد بن عصام المنصوري، والوصول الاخر من لافي محمد بن راشد بن سالم بن خلفان الكعبي على المركز السادس، بينما سابع المراكز موفق لمحمد بن حمد بن كردوس العامري ياتي مع موفق في هذه اللحظات، بينما المركز الثامن تحرك مغادر لسالم بن راشد بن حبالة الواصل في هذا المستوى وفي هذا التحدي وفي هذا الانطلاق. لكن المركز العاشر فوصل فيه هنا في هذه اللحظات الغزال لسعيد بن صالح بن خريدة المنصوري، بعود إلى المركز الأول، بعود إلى الصدارة، بعود إلى مقدمة الأداء هنا من خلال تواجد هذا الحضور وتواجد هذا الانطلاق الجميل بالمسار الصحيح، بالمسار الصحيح هنا على المركز الأول ما شاء الله تبارك الرحمن. إذن الأداء متميز هنا مع الشارد، والشارد لحمد بن عوض بن زيتون المهيري ما شاء الله ما شاء الله بالفعل اسم على مسمى على السماعة على السماعة تبارك الرحمن ما شاء الله. الأداء جميل، طار بالأداء طار بالتحدي وانطلق هنا انطلاق الفوز، انطلاق الناموس، انطلاق النصر. الشارد 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 شرد عن الجميع وانطلق وواجه الجميع هنا مع هذا الاندفاع المتميز. إذا الشارد هو البطل، هو المتوج، هو المتميز والمتألق هنا في هذا الشوط مع حمد بن عوض بن زيتون المهيري. تهانينا لك وهنيالك على هذا الحلال الطيب، هنيالك على هذا الأداء هنا مع الفوز والانتصار. تهانينا والناموس لمالك الشارد حمد بن عوض بن زيتون المهيري على هذا الفوز والانتصار الجميل. لحظات الوصول المركز الثاني فوصل فيه هنا في هذه اللحظات سلهود لمحمد بن عبيد بن سويد العامري، المركز الثالث منذر لعمير بن هلال بن عمير المنصوري. التوقيت الزمني 6 دقائق 14 ثانية و37 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس.